مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وندوات ومؤتمرات. مسابقة التصوير الزيتي، فاز المركز الثالث ياسمين محسن علي جامعة السويس. فاز المركز الثاني مصطفى شعبان عبد المجيد جامعة القاهرة. فاز المركز الأول روزان محمد وجدي جامعة جنوب الوادي. مسابقة النحت، فاز المركز الثالث محمد طلعت أحمد جامعة المنصورة. فاز المركز الثاني أحمد طه جودة جامعة بني سويف. فاز المركز الأول عبد العزيز عثمان جامعة مدينة السادات. مسابقة الخط العربي، فاز المركز الثالث ليلى طاهر عبد الجواد جامعة المنوفية. فاز المركز الثاني آلاء صالح محمد جامعة المنصورة. فاز المركز الأول نهى علي محمود جامعة المنوفية. الفنون الشعبية فرح، فاز المركز الثالث جامعة بورسعيد. فاز المركز الثاني جامعة الزقازيق. فاز المركز الأول جامعة أسيوط. الفنون الشعبية طالب، فاز المركز الثالث أمير أيمن مشاري جامعة بورسعيد. فاز المركز الثاني محمود هاني إبراهيم جامعة عين شمس. فاز المركز الأول أحمد صالح جامعة قناة السويس. Gracias.
أجل الأسكارات أي جامعة أجل الأسكارات وكيف فضل هدى لدينا الفنون الشعبية طالبات فاز المركز الثالث سلوى السيد عبد اللطيف جامعة الزقازيق فاز المركز الثاني آلاء يوسف كرامة جامعة بورسعيد فاز المركز الأول شادو السيد عبد المقصود جامعة التعليم العالي مشاهدينا الكرام ويسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع الأستاذة دكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون البحث العلمي والبحوث والدراسات العليا. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا فندم. يوم الحصاد الحمد لله وما شاء الله يعني فرحة جميلة شايفينها في عيون الطلاب وفي هتافاتهم وفي حبهم وتقديرهم لاستضافتكم لهذا الأسبوع الرائع. الحمد لله رب العالمين. ولو حضرتك مشيتي في الجامعة وشفتي الشعارات اللي خدناها للأسبوع، الشعار الأول بالعلم والشباب تحيا مصر، والشعار الثاني جامعتنا بتفرح وبتفرح شباب مصر. كان هدف رئيسي جدا غير المسابقات والمنافسات، الشباب يتعرف على بعض، الشباب يفرح ببلده ويفرح بجامعته ويتواصلوا مع بعض ويعرفوا. كانوا من شهر بيحتفلوا باحتفال قناة السويس، افتتاح قناة السويس. احنا بنفتتح مشاريع كبيرة بس احنا في نفس الوقت احنا بنهتم بالشباب، احنا عنا على المستقبل وولادنا هم المستقبل. يسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء مع الفنان المبدع راعي الشباب والفرق الشبابية المبدعة موسيقيا وفنيا الفنان هاني شنودة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا. رعاية فاعلة بتهيألي حضرتك موجود من بداية الأسبوع في رعاية وتقييم لشبابنا اللي بيفترض في نفسه وجود موهبة، رأيك في شبابنا خلال هذا الأسبوع وأهم الإبداعات اللي شفتها فيهم؟ رأيي أن الشباب مذهلين. أولا احنا شفنا مواهب غنائية فردية أعلى من المستويات المحترفين واللي موجودين. أنا بتكلم بمنتهى الصدق والإخلاص. عزف شفنا ناس كويسة قوي وتعلموا يقروا النوتة والعزف عن طريق الأونلاين والجوجل والكلام ده، فده بقى مدرسين أهم من أن الواحد يخش معهد أو كده. يعني أي واحد عنده هواية مؤمن حاببها وحابب دراستها مش مرغم عليها بأي صورة من الصور، ده مظبوط. في نفس الوقت حققوا نتائج أنا ما صدقتش إن دول مش في معاهد عليا أو في كليات موسيقية أو كده أو كده. الجماعي بقى قيادة في منتهى الجمال وتوزيعات أنا مش مصدق يعني حاجة. علشان كده أنا نفسي وما يعني إن الحاجات دي تتسجل في التلفزيون وتتذاع عشان الناس تشوف إن في توزيعات وقيادة ومواهب يعني أزيد من المحترفين بشوية. الحقيقة إحنا في متابعة دائمة، ومش إحنا بس، معظم التلفزيونات المصرية في متابعة دائمة لنشاطات أسبوع شباب الجامعات المصري منذ بدايته. اسمح لي فنانة الجميل، كانت إبداعات الشباب في أي المجالات ومعايير تقييمكم ليهم وإيه اللي كان ظاهر في إبداعاتهم أكتر من أي مجال آخر؟ والله الغناء الفردي ده كان أعلى مستوى ومستوى ما حدش يصدقه. ناس كتير قوي غنت وكان المفروض ان احنا ننقي من كلهم مثلا ثلاثة، احنا نقينا اكتر من كده حوالي 12 كلهم زي بعض. فمش عايز حد يزعل لان ايه، اول حاجة عبد الحليم حافظ الله يرحمه الفنان الكبير اتقدم للجنة الاذاعة 3 مرات ورفض، وعمرو دياب اللي هو الهضبة اللي هو يعني مثل اعلى للشباب دلوقتي 3 مرات في اللجنة ورفض. بس كل مرة
عنده أمل، وكل مرة بيتمرن أكتر وكل مرة بيروح أحسن وأحسن لغاية ما آخر مرة بقى عبد الحليم حافظ أو عمرو دياب. إحنا بنعيش بالأمل، ولازم ندخل في مخ الشباب إن الأمل هو الوطن. كلمات التقييم والتشجيع أما تيجي من متخصص دي يتهيألي بتبقى شهادة تقدير، المفروض انها تشجعهم ما تحبطهمش، والمفترض ان هم في هذا الاسبوع بيتعلموا ازاي نتنافس وازاي نتعاون وازاي نتعلم من بعض. يعني قبل ما نزعل اكيد احنا تعلمنا من كتير وهم تعلموا من حضرتك كتير. الحمد لله ان الغنى الجماعي موجود بشدة وبكسرة، وازاي الناس كلها بتتعاون وتسمع كلام القائد. اصل هي دي البلد عبارة عن ايه؟ البلد عبارة عن ناس مجموعة لهم قائد بينفذوا اللي بيقوله علشان شايفينه بالظبط. الهارموني ده اهم حاجة في الدنيا، واهم حاجة في الدنيا ان الواحد يكون زي ما هو قائد زي ما هو ينقاد بسهولة، لان اللي ينقاد بسهولة بيبقى قائد محترم وبيبقى قائد هادي. مشاهدينا الكرام وما زلنا مع حصاد أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، وعدد من الطلاب والشباب اللي أثبتوا أنهم قادرين على الإبداع وعلى الابتكار وعلى التنافس وعلى التعاون في خلال هذا الأسبوع. أتعرف بحضرتك؟ أحمد عطف عبد الرحمن، مدير إدارة النشاط الفني بجامعة سوهاج. أهلا بحضرتك معانا، تعرف عليك؟ محمد عبد الحميد، طالب في كلية الطب البيطري بسوهاج في الفرقة 5. وتميزنا وإبداعنا كان في إيه؟ في الجرافيك ديزاين، خدت الحمد لله المركز الأول. ما شاء الله، مبروك. أكيد بجهود ورعاية، لأن دول النخبة اللي اخترناهم علشان ينافسوا في أسبوع الشباب. والله فرع الفنون التشكيلية من ضمن أفرع النشاط الفني اللي بيرعاها وبيقائم عليها إدارة العامة رعاية الشباب. لكن كان إضافة في الأسبوع نشاط الجرافيك ديزاينز أو تصميم الإعلان حاجة جديدة بتخلق إبداعات طلابية في الوقت الحالي، كان لها مجال واسع وهي التصميم الفوتوشوب، طبعا بالإضافة إلى باقي الفروع التقليدية زي الرسم وزي التصوير الزيتي وزي الخط العربي وزي الأشغال الفنية. كان إضافة لهذا النوع من النشاط الفني أنا شايف أنه كانت إضافة جديدة جدا وأثرت المسابقة وأدخلت للطلاب نافذة لإظهار إبداعهم وتشجيعهم على تنمية هذه المهارة وصقلها، وتعرفوا على باقي الجامعات وشافوا تعليقات لجنة التحكيم. كان ملتقى وكان عرس جميل للفنون التشكيلية من خلال هذا الأسبوع العاشر في جامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك. أكيد استفدنا كتير قوي، غير الجائزة الجميلة اللي احنا خدناها والمراكز اللي احنا حصلنا عليها، اللي استفدتوا من خلال أسبوع الشباب؟ والله في الأنشطة اللي زي كده عادة أنا بستفاد جدا من خلال طبعا أن أنا أتعرف على الزمايلي، باقي زمايلي اللي في مجالي وغير مجالي، برضو بتعرف على المناطق الجديدة وبتعرف على المجالات عموما المختلفة، بستفيد من يوم هم بيستفيدوا مني وعن طريق اللقاءات والندوات اللي بتحصل خلال أسبوع شباب الجامعات. صراحة لا، لو هنتكلم على نطاق الاستفادة فالحمد لله كان في استفادة كتير جدا من مختلف النواحي ومختلف النطاقات اللي كانت على مدار الأسبوع كله. مشاهدينا الكرام، التنافسات الفنية داخل أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر كانت كبيرة جدا، والاختيار ما بينهم كان من الصعوبة بمجال للجان المتخصصة إنها تختار ما بينهم، لأن كلهم رائعين وإبداعاتهم ممتازة. أتعرف عليك. شريف نصار.
ومجال المنافسة؟ الفنون الشعبية. والجائزة؟ المركز الثاني إن شاء الله. مبروك. وزي ما قلت قدامك ان اللجنة اللي قيمت اعمالكم قد كده فرحانة بيكم، وقد كده حاسة ان انتوا على درجة كبيرة جدا من الاجادة ومن الابداعات الفنية، وكمان اللي بسطهم اكتر ان انتوا اللي علمتوا نفسكم. هو بفضل الله احنا عملنا الشغل دوت، او يعتبر انا الوحيد اللي عملت العمل ده كاخراج وتصميم وتدريب. كان معايا 12 بنت و8 ولاد، عملت الشغل ده ان شاء الله في شهر. كنت بشتغل من الصبح من الساعة 10 لحد الساعة 7، في وقت قليل جدا بفضل الله طلعنا نتيجة كويسة، وده اللي ربنا اداهولنا ان شاء الله المركز الثاني. يا فرحة جامعة الزقازيق بيكم، ويا فرحة مصر كلها بيكم. انت مجال تخصصك ايه؟ هو انا باحث اقتصاد، خريج تجارة، بس ده شغلي فني اخر يعني. انا مخرج ومصمم استعراضات. جميل. رأيك في الطلاب اللي اشتغلوا معاك؟ وكنا محتاجين نعمل مجهود معاهم عشان نوصل بالمستوى اللي احنا وصلنا له، ولا كلهم على مستوى متميز؟ لا اكيد، لان انا لسه ما بقول لحضرتك انا كنت بشتغل معاهم من الساعة 10 الصبح للساعة 7 بالليل. الناس دي كانت لسه يعني مش فنيين، ما بيعملوش اي حركات خالص. بس دايما انا بقول لو جبت تيتشر كويس وخامة كويسة عندها فكر وعندها ميول فنية، اكيد التيتشر كويس ده هيخليهم كويسين. ولو جبت تيتشر مش كويس وخامة كويسة اكيد طبعا مش هيطلع حاجة. فده بفضل الله يعني بالمجهود اللي احنا عملناه، ونحمد ربنا ان شاء الله. الجائزة دي هتبقى هتتحط في السي في، واكيد هتساعدنا على نبقى في نوع من المهارة اكتر او الابداعات اكتر في مجال عملنا. بصراحة استفدنا من هذه التنافسية ايه؟ اول حاجه للناس كلها في الجامعات، كل الشباب والبنات بيتجمعوا مع بعض، بيبقى في تعارف، في اختلاط، في ثقافات بين محافظه ومحافظه، كل انسان بياخد الثقافه الثانيه. انا بالنسبه ليا كمخرج استعراضي بتعرف على مخرجين تانيين او مصممين تانيين، ده بيفيدنا اكتر. جامعات تانيه بتشوف مستوايا الفني. لجنه التحكيم بيبقى في تعارف اكتر، في خبرات اكتر، وده بيفيد كل الشباب اللي بعد كده يعني بياخد مني الحاجه كويسه. اكيد في عمله وحياته بعد كده بيتعلم مني، اذا كان العمل ده لو اقنته صح انا اكيد ان شاء الله في مستقبلي هبقى صح. مشاهدينا الكرام، ويسعدنا ان يكون لنا هذا اللقاء مع الاستاذه نهى المقرحي مسؤوله النشاط الفني جامعه اسكندريه. اولا مبروك. الله يبارك فيك يا فندم. حصلنا على جوائز. ايوه. وولادنا ابدعوا، والحقيقه بنعتبر النهارده هو حصاد مجهود مش بس خلال اسبوع الشباب، ولكن ايضا شهور فاتت. حضرنا ازاي ووصلنا ازاي للي احنا وصلنا له؟ الحمد لله احنا النهارده فزنا، خدنا المركز الثاني في المراسل التلفزيوني، واخدنا برضو المركز الثاني في القران، وخدنا المركز الثاني في اللهم صل على سيدنا محمد. واضح ان انتوا حصدتوا مجموعه كبيره من الجوائز، لكن اللي بيهمنا هنا مش بس ولادنا فازوا بايه، لكن هم اتعلموا ايه. والله هم اتعلموا، حسيت انهم فيهم روح رياضيه، اتعلموا اللي هيتعلموا كمان الانتماء الوطني بينهم وبين بعض، ويبقى في انتماء للمجتمع. وحسيت ان هو يعني اسبوع شباب الجامعات بالنسبه للجامعات المصريه كلها هي تعتبر البنيه الاساسيه، الشباب يعتبر البنيه الاساسيه للمجتمع. مشاهدينا الكرام، فرحة كبيرة مش بس من الطلاب اللي شاركوا في منافسات هذا الأسبوع، لكن أيضا من المشرفين عليهم اللي كان على تحملوا قدر كبير من المجهود في رعاية طلابهم ومتابعة نشاطهم ومنافساتهم. أتعرف عليك. الاسم حمام عبد المؤمن صديق، بجامعة جنوب الوادي، موظف بجامعة جنوب الوادي، أخصائي نشاط فني. أخبار منافسات جامعة جنوب الوادي وإيه الجوائز اللي حصلنا عليها؟ المنافسة كانت شديدة بين الجامعات، فحصلنا في الفنون التشكيلية، حصلنا على مجال في التصوير الزيتي، وعدة مجالات أخرى زي النشاط الرياضي، حصلنا على مركز أول في السباحة ومركز ثالث في السباحة، وحصلنا على في الثقافي على الخيمة التراثية مركز أول. بالتأكيد، لأن المنطقة دي غنية بتراث فولكلوري وتراث شعبي وحضاري كبير جدا. هي محافظة جنة مشهورة
بالجلل الجناوي والبلاليص والمجالات وغيرها الأخرى. وغيرها كتير قوي من الحاجات اللي حاجات كتيره مشهوره خالص في هنا. جميل. كمشرف على الطلاب اللي جايين من جامعه جنوب الوادي، ايه اكتر حاجه عجبتهم في منافسات هذا الاسبوع وفعالياته، وايه اكتر حاجه حابين ان يحصل نوع من المقترحات عشان تبقى افضل في الاعوام القادمه ان شاء الله؟ يعني هم الطلبه بينصحوا ان الاسبوع بيجي اعدادات كويسه في الجامعه يعني عامه يعني، فالطالب برضه عايز يحس ان في ترفيه ليه، فده ما بيلقوش في الجامعه، وساعات يعني الجامعه بتلبي له طلباته فيها في الحاجه الترفيهيه ليه، وانا كمشرف بساعدهم على قد ما اقدر، وهم حابيني خالص يعني الطلبه يعني. يا رب دايما يديب المحمة ما بين طلابنا ومشرفينا وأساتذتنا وكل المجتمع الجامعي، لأن هو الأساس زي شعار هذا الأسبوع، بالعلم وبالفن وبالثقافة بمشيئة الله شبابنا هيكون دايما في المقدمة. أشكرك. مشاهدينا الكرام، ويسعدنا أن يكون لنا هذا اللقاء مع الأستاذ محمد نصر المشرف على فريق العزف الجماعي. مبروك المركز الأول. الله يبارك فيك يا حضرتك، وأنا بشكر إدارة الجامعة والسيد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، والأستاذ الدكتور طارق راشد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذة فاتن السيد علي مدير عام رعاية الشباب، والأستاذة موضع حسن مديرة إدارة النشاط الفني على المجهود الرائع اللي بذلوه معانا ومع الفريق، وكنا محطوطين تحت ضغط من شهرين بالضبط كده هوت للتدريب، والحمد لله الحمد لله قدرنا نحصد مركز أول في العزف الجماعي ومركز ثالث في الغناء الفردي وأحسن راقص فنون شعبية إن شاء الله. مبروك عليكم، وكان عليكم حملين مش حمل واحد، حمل المنافسة وحمل استقبال والتعاون مع منافسيكم ايضا من الجامعات الاخرى. احكوا لي اتعاملتوا مع بعض ازاي، وشكل المنافسه ما بينكم كان شكلها ايه؟ والله هي ما يعتبر ما كانتش منافسه على قد ما هي ان احنا كنا بنوصل للطلاب كلهم ان هم يتعاونوا مع بعض ويتعرفوا على بعض، وبنستغل النشاط ده في تقارب الطلاب مع بعضهم، مش شرط منافسه وان انا اخد اول وهو ياخد تاني. تاني حاجه كان علينا عيب كبير ان احنا بنستقبل 7000 فرد من افواج الجامعات، فالحمد لله الحمد لله قدرنا ان احنا نكون على قد المسؤوليه، ودي ده حافز ادهولنا رئيس جامعتنا ونائب رئيس جامعتنا والمدير العام، والحمد لله يعني قدرنا نقوم بشغلنا على اجمل وجه، والحمد لله ما زعلناش حد الحمد لله. مشاهدينا الكرام، وما زلنا مع حصاد أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، وشبابنا الجميل اللي جه علشان مش بس ينافس ومش بس يتعرف على زمايله، ده جه كمان عشان يقول احنا كشباب موجودين والبلد دي مش هتكبر بمشيئة الله غير بينا. اتعرف عليك. محمود هاني إبراهيم، جامعة عين شمس، كلية تجارة، داخل مسابقة فنون شعبية، الحمد لله رب العالمين، يعني واخد ضمن فريق الفنون الشعبية. جميل. تمام. الحمد لله انا واخد المركز الثاني فردي، الحمد لله رب العالمين، يعني ده احنا تعبنا في البروفات جدا والمجهود كان صعب علينا، و يعني احنا طلعنا اللي جوانا، احنا يعني مش مهم احنا عملنا ايه، اهم حاجة احنا انبسطنا بالتجربة دي، اتعلمنا فيها كتير جدا. يعني مش عارف الموضوع عامل ازاي، بس يعني بقد فرحتي بالجائزه اللي انا خدتها، بقد برضو زعلتي ان احنا ما خدناش مركز،
ممكن نكون اتظلمنا في كل النشاطات التانية، بس يعني نقطة نظام. اسمح لي يا محمود، احنا جايين علشان نشوف غيرنا بيعمل ايه ونشوف احنا ماشيين صح ولا لا، ونتعلم ونستفيد ونتنافس ونوصل للمراكز. كلنا عايزين نطلع في المراكز الاولى، مش كده؟ مش عايزة كلمة احنا زعلنا، لان اكيد فرحتنا بادائنا وبتعبنا وبنتيجة تعبنا اكبر بكتير من مجرد ان احنا نحصل على جائزة، ولا أكيد. ايه؟ اكيد حضرتك. بصي، هو يعني نقطة الزعل والفرحة دي تتوقف على وجهة النظر. انا شايف ايه؟ انا شايف اللي انا عملته ده حلو، في ناس ثانية شايفة اللي انا عملته ده مش حلو، يعني دي وجهات نظر، فانا احترم جدا وجهة النظر التانية، بس يعني انا برضو فرحان اكيد يعني. طب ايه رأيك تقول لي انت كفنان والفرق اللي انت اتنافست معاها، ايه اكتر حاجة عجبتك فيهم، وايه اكتر فريق حسيت انه يستحق كمان اكتر من اللي هو عمله بعيدا عن فريق عين شمس؟ اكتر حاجة عجبتني في الفرق كلها ان الفرق كلها حابة اللي هي بتعمله، مش مجرد ان هي جاية تعمل عرض او جاية تعمل شو او جاية تعمل مسابقة، لا، جايين هم حابين ان هم اللي هم بيعملوه ده. اكتر فرقه عجبتني بصراحه كانت تقريبا التعليم العالي، كانوا عاملين عرض حلو جدا، كان الشو، كان الصوره كانت حلوه جدا، كانوا يستحقوا حاجات كتير جدا فعلا. يعني انا عن نفسي كنت بستمتع وانا قاعد بتفرج عليهم. جميل. المنافسه في مجال الفنون الشعبيه بينطلق او بتنطلق من المصرية الأصيلة، أنا بقدم حاجة موجودة في دم المصريين. جامعة عين شمس قدمت إيه؟ إيه اللي حبت تبدع من خلاله وتقول هو ده المصري لما يحب يحرك جسمه بصورة إيقاعية جميلة؟ إحنا كنا عاملين 3 تابلوهات، كان فيه الصعيدي وكان فيه السمسمية، دول كان عشان المسابقة، عشان اللي حضرتك بتتكلمي فيه دلوقتي ده الطابع المصري الاصيل اللي جوانا. كنا عاملين تابلو اسمه الحاره الشعبيه، ده كنا بنقدم من خلاله الاستاذ احمد سمير اللي عمل المصمم للاستعراضات والمخرج، كان عايز يقدم فيه النحاسين حياتهم كانت عامله ازاي بس عن طريق الجسم، بنت البلد الأصيلة اللي تمشي في الحارة والناس كلها بتحبها جدا، المشربية والطراز والأرابيسك، الحاجات اللي بيبقى شكلها جميل كانت في المباني زمان، كان في القهوجية، القهوجي اللي لحد دلوقتي لسه موجود بلبسه، بالمريالة، بالطاقية بتاعته، بطريقة كلامه، بحركة الصينية بتاعته، بمسكتها. كان في العوادين ده اللي هو لما تسمع العود يبقى ده اكيد اغنيه مصريه، ده اكيد يعني. التابلو كله كان بيحكي الحاره الشعبيه من جوه عامله ازاي، الناس حالتها مع بعض كانت عامله ازاي، كانت روح حلوه جدا يعني، هي دي الروح المصريه بجد. احلى ما في الموضوع كله الروح الحلوه اللي انتوا فيها واللي عايزاها تستمر، حتى لو ما خدناش مراكز متقدمة، لأن بمشيئة الله المسابقات جاية أكتر من اللي فات، وأكيد إحنا تعلمنا كتير، ويا رب الفرحة تفضل في قلوبكم على طول. يا رب يا رب إن شاء الله خير، والحمد لله، يعني الحمد لله على كل شيء. أنا بالنسبة لي مبسوط جدا إن أنا دخلت تجربة زي دي عموما، سواء خدنا حاجة أو ما خدناش حاجة، يعني الحمد لله ده توفيق من عند ربنا، وزي ما قلت لحضرتك يعني دي وجهات نظر.
مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، كنا معا وندوات ومؤتمرات. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.